لأن معاشه متدني. لماذا يعامل أصحاب المعاشات بهذا الشكل، خاصة وأن أموالهم تقدر بالمليارات؟ يعني أنا مش على خلاف في أنه وضع المعاشات غير مرضي، بس إحنا بنتكلم على الظاهرة. وبقالي سنين أنا جزء من عمري قضيته في منظومة المعاشات المصرية. المعضلة ما كانتش الأموال قد ما المعضلة انك انت ما امنتش مرتبات الناس. ونسأل كل واحد، وانا برجو كل مصري بيقبض مرتب يروح عنده شؤون العاملين يقول لهم من المرتب اللي بقبضه ده قد ايه في المعاشات. انت اقصى حاجة النهاردة مأمن عليها لاي مواطن في جمهورية مصر العربية 4200 جنيه. وال 4200 جنيه ده اقصى حاجة، اقصى حاجة. وما اعتقدش، لانه معاش الاجر متغير بدأ سنة 84 لسه ما وصلش للاقصى، واخد بالك، ان هو في الاخر بيطلع ب 2000 جنيه 2200 2300. المشكلة مش ده، المشكلة انه قعدنا 18 سنة لا نؤمن الا على 500 جنيه. اجرك رايح ل 10000 والتأمينات واقفة عند 500 جنيه. ليه؟ لانه كان بتاع وزارة المالية، وانا بقول لك بقى وزارة المالية تفكيره انه لما ادخل اجور الناس جوه التأمينات ده عيب على الخزانة العامة باعتبارها اكبر صاحب عمل. فقال له اقف عند 500 جنيه. ايوه بس في كارثة قدامك جاية لم يتنبأ. انا بقول انه زملاتنا في التأمينات والمعاشات، وانا اللي برجوهم بقى، لان هم كانوا مفروض ينبهوا لكده، يقولوا لا احنا وجود مرتبات الناس خارج نظام التأمينات والمعاشات هيسبب كارثة للمجتمع المصري. هو ده اللي احنا عايشينه دلوقتي. فالكارثة جاية من هنا. انا هقول لحضرتك على حاجة والله العظيم بمنتهى الامان، انا بدأت مساعد لوزير المالية 2007، كان قدامي ناس بيأمن على 80 جنيه. طب 80 جنيه ده لما اجي هفترض ان هو عمل 36 سنة ده اخره 50 جنيه او 56 جنيه. وبالفعل كنت بتلاقي معاشات قدامها رقم 30 40 50 جنيه. طيب الموقف ايه النهارده؟ الموقف ان انا مش قادر احل المشكله مره واحده. انت اول خطوه عملتها من سنتين قلت ايه؟ رفع الحد الادنى لقيمه المعاش 500. وجيت السنه اللي فاتت ما اتحركتش. السنه دي اتحركت قلت حد ادنى للمعاش 750 جنيه. مش كافي خالص. بس خد بالك من حاجه، في واحد لو انت حسبت معاشه على الاجر التامين اللي كان بيتامن بيه والله ما هيكمل 100 جنيه. فبيجي يعمل ايه؟ بيقوم بديله ال 750 وهو مثلا اجره اللي كان مامن عليه اللي هو اقل 100 جنيه. الفرق ده بقوم شايله الخزانه العامه. فتلاقي مثلا السنه الماليه اللي انا فيها دي عبء التزام الخزانه العامه تجاه صناديق المعاشات يزيد عن 100 مليار جنيه. ليه؟ مصطفى بيه احنا لسه مطلعين قانون زياده المعاشات 15% بحد ادنى 150 مع رفع حد الادنى للمعاش من 500 750 تكلفتها 28 مليار جنيه. انا عاوز اقول لحضرتك كل اللي عملناه في الاجور ما يجيبش 22 مليار. انما المعاشات تكلفتها 28 مليار جنيه.